أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وبشكل خاص سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان بمناسبة استشهاد السيدة الطاهرة الجليلة أم البنين عليها السلام. الحلقة الأولى من وقفات في أم البنين عليها السلام. أم البنين معالي التضحية والفداء، وأيضا جبل الصمود والوفاء. وما أدراك ما أم البنين؟ من هي تلك المرأة؟ غلبت الكنية على الاسم لأمرين. الأول لأنها كنيت بأم البنين تشبهها وتيمنها بجدتها ليلى بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عمرو بن صعصعة، حيث كان لها 5 أبناء. أما السبب الثاني في غلبة الكنية فهو التماسها أن يقتصر أمير المؤمنين عليه السلام في ندائه عليها على الكنية، لئلا يتذكر الحسنان عليهما السلام أمهما فاطمة صلوات الله عليها يوم كان يناديها في الدار. إذن اسم أم البنين هو فاطمة الكلابية من آل الوحيد، وأهلها من سادات العرب. فأم البنين عليه السلام تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرفهم بأنهم فرسان العرب في الجاهلية. النشأة الكريمة، اختار الله عز وجل لأم البنين سلام الله عليها أن تنشأ في منبت طاهر في بيت شجاعة وكرم، وقد عرفت بيوت آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. يوم من الأيام كان أبوها مسافرا، فرأى في نومه كأنه جالسا في أرض خصبة منعزلا عن رفاقه وبيده درة يقلبها متعجبا من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه في صدر البرية على فرس له، سلم عليه فرد حزام السلام على ذلك الرجل، ثم قال الرجل: بكم تبيع هذه الدرة؟ قال: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟ فقال الرجل: لا أعرف قيمتها، لكن أهدها إلى أحد الأمراء وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. قال: وما هو؟ قال: أضمن لك بالحظوة عنده والزلفة والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال له حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال: نعم. قال: أعطني إياها. فأعطاه إياه، فلما انتبه حزام من نومه قصر إياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء وتنال عنده بسببه القربة والشرف والسؤدد. الاقتران المبارك، أراد الإمام علي عليه السلام أن يتزوج من امرأة تنحدر عن آبائها الشجعان ويضربون في عروقه النجابة والإباء ليكون له منها بنون ذو خصال طيبة عالية. لهذا طلب أمير المؤمنين عليه السلام من أخيه عقيل، وكان نسابا عارفا بأخبار العرب، أن يختار له امرأة من ذوي البيوت والشجاع. فأجابه عقيل قائلا:
أخي وسيدي ومولاي، أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإنه ليس في العرب أرجع من آبائها. ثم مضى عقيل إلى بيت حزام ضيفا، حتى مضى 3 أيام سأل حزام عن حاجة عقيل، فأخبره أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد البالغ، يخطب ابنته الحرة إلى سيد الأوصياء علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر بأن الشرف ألقى كلالة عليه، إذ يصاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب إلى زوجته يشاورها في شأن الخطبة، فرأى ابنته بين يديها وهي تقص عليها رؤياها، فاستمع إليها دون أن تراه وهي تقول: كأني جالسة في روضة ذات أشجار مثمرة وأنهار جارية، وكانت السماء صاحية والقمر مشرقا والنجوم طالعة، وأنا أفكر في عظمة الله عز وجل من سماء مرفوعة بغير عمد وقمر منير وكواكب زاهرة، وإذا بي أرى القمر قد انقض من كبد السماء ووقع في حجري وهو يتلألأ نورا يغشى الأبصار، فعجبت من ذلك، وإذا ب3 نجوم زواهر قد وقعن في حجري وقد أغشي نورهن بصري. فتحيرت في أمري مما رأيت، وإذا بهاتف قد هتف بي، أسمع منه الصوت ولا أرى شخصه، وهو يقول: 3 أنجم والزاهر القمر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بعد رسولي كذا قد جاء في الخبر، أبوهم سيدا في الخلق قاطبة. فعاد حزام يبشر نفسه وعقيله وقد غمره السرور وخفت به البشارة، وكان الزواج المبارك على مهر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في زوجاته وابنته فاطمة عليه السلام، وهو 500 درهم. مجمع المكارم. أضافت أم البنين عليه السلام إلى أصالتها ملكات شريفة تفقدت بعد اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، حيث عاشت معه أياما انتفعت فيها من نفحاته العاطرة، فكانت كما وصفها الشيخ جعفر النقدي رحمه الله بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، وكانت فصيحة بليغة وارعة ذات زهد وتقى وعبادة. ولجلالتها زارتها زينب الكبرى سلام الله عليها بعد منصرفها من واقعة الطف الأليمة، كما كانت تزورها أيام العيد، أو كما قال السيد المقرم رحمه الله: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع. وقد زارتها زينب الكبرى عليه السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة، ودخلت بيته الشريف، رأت الحسن والحسين صلوات الله عليهما مريضين، فأخذت تلاطفهما وتصاحكهما وتحسن القول معهما وتطيبه، وكأنها تريد أن تجبر يتمهما بأمهما الزهراء عليها السلام. وترجت أمير المؤمنين عليه السلام أن يناديها بأم البنين كنيتها، لا فاطمة اسمها، فيتذكر أمهما ويحزن عليهما. ومضت على تلك السيرة الحسنة معهما تنكب عليهما كالأم الحنون، وهما وأختهما زينب عليها السلام. بل ذكر بعض أصحاب السير أن
شفقتها على أولاد الزهراء عليها السلام وعنايتها بهم كانت أكثر من شفقتها وعنايتها بأولادها الأربعة أي العباس عليه السلام وإخوته، بل هي التي دفعتهم لنصرة إمامهم وأخيهم أبي عبد الله الحسين عليه السلام والتضحية دونه والاستشهاد بين يديه. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حضلم إلى المدينة ناعيا سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت تسأل عن الحسين عليه السلام مذهولة عن أبنائها الأربعة. فلما سأل عنها بشر قيل له هذه أم البنين، فقال لها عظم الله لك الأجر بولدك جعفر وعثمان وعبد الله، وهي تقول في كل مرة خبرني عن الحسين عليه السلام أحي هو أم لا. فتعجب بشر منها والله، وهو الذي دخل المدينة ينادي بأهلها كما أمره الإمام زين العابدين عليه السلام. قتل الحسين فأدمعي مدرار يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الرأس منه على القناة والجسم منه مضرج في كربلاء يدار. فقال لها عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، فسقط من يده طفل يدها طفل لعله هو عبيد الله بن العباس، وكان رضيعا تحمله معها. فقالت له قطعت نياط قلبي، هل سمعتني سألتك عن أحد؟ خبرني عن الحسين. فأضطر بشر هنا لأن يقول لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فسقطت مغشيا عليها. يا لها من مصيبة قد أصابت السيدة أم البنين عليها السلام، فسلام على تلك المرأة النجيبة الطاهرة الوفية المخلصة التي واست الزهراء عليها السلام في واجعتها بالحسين عليه السلام ونابت عنها في إقامة المآتم عليه، فهنيئا لها ولكل من اقتدت بها من المؤمنين الصالحات. على ضوء المصادر التي ذكرناها السيد الداودي في العمدة والمصدر الثاني العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام صفحة 72 الجزء الثاني وكشف الغمة للأربلي والفصول المهمة لابن الصباغ والمناقب لابن شهر آشوب مطالب السؤال لابن طلحة الشافعي المناقب تنقيح المقال رياض الأحزان مقاتل طالبين لأبي الفرج الصفهاني أبصار العين السماوي وكذلك نقل عن الأعمش